الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم يسر امورنا ويسر غيبنا، بلغنا مما يرضيك امالنا، ووفقنا وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، اصلح لنا ولسائر المسلمين شاننا كله، ولا تكلنا لانفسنا طرفه عين ولا لاحد من خلقك. اللهم اكفنا وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، انك على ما تشاء قدير، يا نعم المولى ونعم النصير، غفرانك ربنا واليك المصير. اختم لنا ولسائر المسلمين بخاتمه السعاده اجمعين يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه، انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله. اما بعد، نكمل قراءة وشرح حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع لفقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلوم مشايخهم وتلامذتهم في الدارين آمين. وما زلنا في تفاصيل كتاب النكاح، ووقفنا على قوله: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب، يعني سبعة أنواع. أحدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوطء إلى أجنبية لغير حاجة، أي لغير حاجة إلى نظرها، فغير جائز. فإن كان النظر لحاجة كشهادة عليها جاز. والثاني نظره، أي الرجل، إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر من كل منهما إلى ما عدا الفرج منهما. أما الفرج فيحرم نظره، وهذا وجه ضعيف، والأصح جواز النظر إلى الفرج لكن مع الكراهة. والثالث نظره إلى ذوات محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو أمته المزوجة، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة. وأما الذي بينهما فيحرم نظره. والرابع النظر إلى الأجنبية لأجل حاجة النكاح، فيجوز للشخص عند عزمه على نكاح امرأة النظر إلى الوجه والكفين منها ظاهرا وباطنا، وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك، وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة. والخامس النظر للمداواة، فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداواة حتى مداواة الفرج، ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد، وألا تكون هناك امرأة تعالجها. والسادس النظر للشهادة عليها، فينظر الشاهد فرجها عند شهادته بزناها أو ولادتها، فإن تعمد النظر لغير الشهادة فسق وردت شهادته. أو النظر للمعاملة للمرأة في بيع وغيره، فيجوز النظر، أي نظره لها، وقوله إلى الوجه منها خاصة، يرجع للشهادة وللمعاملة. والسابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها أي شرائها، فيجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إليها إلى تقليبها، فينظر أطرافها وشعرها لا عورتها. هذا هو آخر الموضوع. نقرأ كلام الشيخ البيجوري عند قوله: على سبعة أضرب.
بتقديم السين على الموحدة سبعة، أي على سبعة أنواع. وسكت المصنف عن أشياء من النظر اختصارا، منها النظر للتعليم فيجوز النظر له زي ما قلنا في الكليات وفي امتحانات الشفوي والحاجات دي كلها، له أن ينظر للطالبة اللي بيسألها وينظر للطالبة اللي بيعلمها، فده نظر للتعليم. وكذا محفظ القرآن الذي يحفظ القرآن له أن ينظر لمن يحفظها القرآن، لأن ده نظر لغرض التعليم فيجوز النظر له. ولا يشكل على ذلك ما قالوه في الصداق من أنه لو أصدقها تعليم قرآن فطلقها قبله تعذر تعليمها، لأن التعذر إنما هو في المطلقة، لأن كل من الزوجين تعلقت آماله بالآخر، ولكل منهما طماعية في صاحبه بسبب العهد السابق بينهما، فمنع من ذلك لقوة خوف الفتنة. وخص السبكي جواز النظر بالواجب تعلمه وتعليمه. الفاتح، يعني الإمام السبكي قال ما ينظرش اللي بيعلمها مطلقا في الأمور الواجبة بس، على أساس أن الضرورة تقدر بقدره، على قاعدة الضرورة تقدر بقدره، فكل عالم بيبتدي يقعد قاعدة ويستنبط منها الفروع. فإذا كان النظر للمرأة الأصل فيه التحريم فيبقى يجوز للضرورة، والضرورة تقدر لقدرها. فإن كان التعليم فتعليم الواجبات بس، كالفاتحة مثلا لتصلح صلاتها، وما يتعلق تعلمه من الصنائع المحتاج إليها بشرط التعذر من وراء حجاب. يعني في صنعات ما ينفعش تعلمها لها من وراء حجاب زي الطب مثلا، أو أي صنعة أخرى زي الخياطة والحياكة، لابد أن يبقى فيه نوع من المباشرة، تشوفها وتشوفك وتشوف طريقة استعمالها للأدوات، فكل ده يجوز بقدر الضرورة. وحمل مسألة الصداق على المندوب كسورة من القرآن. وقال الجلال المحلي، هو بيتكلم على المرأة التي جعل مهرها تعليم قرآن، المرأة التي جعل صداقها يعني مهرها أن يعلمها القرآن، فطلقها قبل أن يعلمها، تعذر تعليمها، لأن التعذر إنما هو في المطلقة، لأن كل من الزوجين تعلقت أماله بالآخر، ولكل منهما طمعية في صاحبه بسبب العهد السابق بينهما، فمنع من ذلك لقوة خوف الفتنة. يعني إذا طلقها وما كانش أكمل تعليم القرآن يبقى ما يدهاش، ما يكملش تعليم القرآن خوفا الفتنة، إن كان ناوي لا يردها يعني. والمعتمد جواز النظر للتعليم مطلقا، ده المعتمد بقى. يبقى كلام الإمام السبكي لما جعلها عن باب الضرورة والضرورة تقدر بقدرها، ده وجه من الأوجه وليس معتمد في الفتوى، لأنه تحديد الضرورة يتفاوت تفاوت شديد من حالة لأخرى، وكده يبقى أنت علقت الحكم على أمر يتعذر تنفيذه. ولشان كده لضرورة التعليم جعلوا النظر مطلقا لترجيح ضرورة التعليم على حرمة النظر، لأن أنت بتقيم أيهما أولى. لو جبت واحد هيعلم وتقول له لا بص مرة واحدة مرتين لا، يقول مش عارف سلام عليكم، او تقعد قدامه واحد يراقبه، لا انت بصيت مرتين، لا هيبطل يعلم، هيضيع التعليم. فهمتم؟ علشان كده الوجه انه يجوز ضرورة النظر للتعليم مطلقا، وده اللي معمول عليه. بتلاقي بنتك مثلا بيجيب لها مدرس يقعد يدرس لها اللغة العربية، يدرس لها الساينس، يدرس لها الماثيماتيك، وما بتقولوش بص لها وما تبصلهاش، سايبها كده، واخد بالك؟ لضرورة التعليم. فالفتوى على هذا تيسيرا للناس والاستمرار الحياة وتشجيع التعليم. والمعتمد جواز النظر للتعليم مطلقا ما عدا المطلقة قبل التعليم لما تقدم،
المطلقة قبل التعليم قالوا لا. ليه؟ لأن كان في بينهم علاقة زواج، وعلاقة الزواج دي بتخلي قد يكون في علاقة طمع وشهوة، فعلشان كده دي نقول لها بلاش، دي بس اللي بلاش. لما تقدم من قوة خوف الفتنة لتعلق طمعية كل منهما بالآخر. يبقى هو زود لك هنا إيه؟ النظر للتعليم، وجعل التعليم من ضمن أسباب الحاجة كالشهادة وكالمداواة، ونقول وكالتعليم. قول أحدها أي أحد السبعة، أضرب لسبعة أنواع. قوله نظره أي الرجل، يعني الهاء هنا الضمير هنا يعود على الرجل. وخد بالك إن كذلك الهاء هنا تدعو على المرأة بالنسبة للرجل، يعني على المكلف. نظره يبقى المكلف، ممكن لما تخلي الهاء هنا أي المكلف، وكل ينظر إلى إيه؟ خلاف نوعه، ما تقولش بقى خلاف جنسه، لأن الإنسان ده جنس وهو نوعان ذكر وأنثى، فاهم؟ فلما لو خلينا هنا الهاء الضمير هنا، وقول نظره أي الرجل، كان حقه يقول إيه؟ أي المكلف، عشان تدخل المرأة مع الرجل أو الرجل مع المكلف مع المرأة. ولو من وراء قزاز، كأن رآها من العيون المعروفة، يعني من النضارة، يعني يسموها إيه؟ النضارة دي ولا بيشوفها من وراء زجاج، يعني كأن رآها من العيون المعروفة، بخلاف ما لو رأى مثالها في المرآة، الصورة في المرآة أو الصورة الفوتوغرافية أو الصورة اللي في التلفاز، كل ده لا تحرم لكن تكره. فلا يحرم، يعني يبقى الكراهة، فلا يحرم ويبقى الكراهة إن كان بشهوة، وإلا فلا يحرم، لأنه مجرد خيال. ومن هنا تعرف إنك أنت النظر إلى الصور اللي في التلفزيون أخف حرمة من النظر إلى المسرح، إنك هناك بتشوف المرأة بجسمها، بخلاف ما بتشوف في التلفزيون بتشوف صورتها خيالها بس. ما هو نفس الحكاية، احنا مذهبنا ان التمثيل حرام، واخد كمان، يبقى حرمة مع حرمة، لكن التمثيل حرام والنظر للممثلة مكروه في التلفزيون. في التلفزيون حرام، للممثلة بس، لكن للممثلة اثناء تمثيلها حرام، لان التمثيل حرام. فالمسألة مركبة، على مذهب من قال ان التمثيل حرام، وده مذهبنا مطلقا، التمثيل حرام مطلقا، حتى ولو افلام دينيه، بل الافلام الدينيه اشد حرمه. الافلام الدينيه اشد حرمه لانها بتمثل اشخاص معلومين، فهي نوع من الغيبه. فوقعنا في ازمه اخرى، وهو انتهاك حرمه الموت. يجيب لك ممثل يمثل صحابي بلال ابن رباح، يمثل الزبير ابن العوام، يمثل اجله الصحابه، وهو من يومين كان بيمثل فيلم تاني قاعد في حانة بيشرب خمرة وبيقبل النساء، وبعد كده لزقوا له لحية وعملوه صحابي جليل، ما ينفعش. فدخلنا في حرمة أشد، وهي حرمة الغيبة للمسلم. طب ولو مثل الكافر، ما هو الكافر لا حرمة له، هينطق كلمة الكفر، ولا يجوز النطق بكلمة الكفر إلا لضرورة وإكراه، والتمثيل لا إكراه فيه، فيقع في الحرمة. فيجيب لك ممثل ويسجد للصنم عشان بيمثل دور المشركين، طب ازاي تسجد للصنم؟ ما ينفعش، لأنه لا يجوز التلفظ بالكفر ولا عمل أعمال الكفر إلا للمكره إكراه ملجئ، والتمثيل لا إكراه فيه ملجئ، واضح؟ فده مذهبنا إن التمثيل حرام مطلق. الخلاصة يعني. طب ولو كان لا هو تاريخي ولا حاجة، يبقى حرام برضه لأنه كذب واختلاق، حاجة لم تحدث. فيهرب من هنا، يجي من هنا، يقع في كل الأحوال. واضح؟ وأدلة حرمة التمثيل أكثر من 40 دليل. أنا دكتور وأنا زي ما قلت عملت مسألة كده،
على الشاشة. تم حرام. برضو. حرام. حرام لكنها ما كفرتش. حرام وتبعث يوم القيامة في مشيئة الله، يجي النبي يشفع لها تخش الجنة ما يجراش حاجة. مش كل مرتكب الحرام يبقى من أهل النار يعني. لكنه حرام ما يصحش أنك تعمل. لكن نحن لا نجزم أنه من أهل النار. هم مسلمين ماتوا على الإسلام وربنا يغفر لهم ويرحمهم ونترحم عليهم. بخلاف ما لو رأى مثلها من المرآة فلا يحرم لأنه مجرد خيال. وقوله ولو شيخا هرما عاجزا عن الوطن. نقول طيب ما يجراش حاجة، ده راجل شيخ عجوز خلاص ما يبقاش ليه النساء، يقوم يقعد يبحلق يقول أنا مبسوط كده أنا مرتاح كده، زي في المسرحية اللي كانوا بيتريقوا عليها زمان وإحنا أطفال. كان في مسرحية كده كنا بنشوفها وإحنا في ثانوي، مش فاكر أنتوا شفتوها ولا لأ. الراجل العجوز اللي داخل المستشفى وقاعد يتزنق على البت الحكيمة الشابة ويقول أنا مبسوط كده أنا مرتاح كده، حرام برضه ما ينفعش. مش يقول بقى عجوز بقى وخلاص، لا ما ينفع، حرام. قوله ولو شيخا هارما عاجزا عن الوطء، أي كالعنين، العنين اللي هو لا ينتصب له ذكر، والمخنث اللي هو مشكوك إيه بين الذكور والأنوثة. والمخنث بفتح النون أشهر من كسرها، لكن عبارة الشيخ الخطيب وهو بكسر النون على الأفصح ومناع على الكسر المتشبه بالنساء وعلى الفتح المشبه بالنساء، فأن يشبهه الغير بهن. وتشبه الرجل بالنساء حرام، وده من ضمن أسباب حرمة التمثيل أيضا، إن تملي في التمثيل لا يخلو من إن رجل يلبس امرأة وامرأة تلبس رجل، لا يخلو من هذا، بالإضافة لإن لا يخلو من الاختلاط، والاختلاط حرام بلا ضرورة كده برضه. فالتمثيل أدلة حرمته كتيرة يعني أكثر من أن تحصى. وأهم دليل أن التمثيل أصلا فعل الكفار، أصلا اللي أنشأوا الكفار فهو تشبه بهم، ونهينا أن نتشبه بالكفار، لأن التمثيل كان معمول أصلا في العصور الرومانية القديمة، ولما الصحابة فتحوا البلاد دي كان في تمثيل. طب ليه ما عرفناهوش إحنا وما دخلش بلاد الإسلام بالرغم أنه كان معلوم والمسارح الرومانية كانت معروفة أثار؟ لأن الصحابة عرفوها باستليقة كده أن ده حرام ما يتعملش، لحد ما ضعف الإسلام والمسلمين وحصل الغزو الغربي لبلاد المسلمين، وبعدين نقلوا لنا ثقافتهم وبدأنا احنا بقى ايه نقلدهم. فيعني بدايته برضو اصلا بداية مشكوك فيها وهو التشبه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه على امته يعني انهم نتشبه باليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلناه وراءه، من ضمن علامات ايه تدهور الامة في المستقبل يعني. مفيش كمان من التورد يتوب ما يجراش حاجه، يتوب. هو انا بقول له حرام يعني من اهل النار؟ ايوه يعني. يتوب يا سيد. ما هو المكسب اللي كسبه من الحرام حرام، فالله طيب لا يقبل الا طيبة، يبقى يتخلص منه. يتخلص مو من حرام، انت كسبت مكسب من حرام ما ينفعش. اختلاط. مختلقة يعني كذب. ايوه الروايات والحاجات دي كلها يجوز انك انت تكتبها، لكن عشان تمثلها اشخاص ويتقمصوا الدور لا، الكتابة مش مشكلة اذا كان الغرض منها ابراز عيب معين او فضيلة معينة بدون اختيار الالفاظ الجارحة. حتى لو يختلق الاحداث لانها ممكنة الوقوع، بس بشرط ألا يتلفظ ألفاظ جارحة وألا يصف أوصاف جارح، زي أدب الفراش المشهور والحاجات دي ما يصحش المسلمين تمج مثل هذه الأنواع. وتشبه الرجل بالنساء حرام كتشبه المرأة بالرجال برضو حرام، لخبر لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أو كما قال قوله إلى أجنبية
بيقول على سبعة أضرب، أحدها نظره إلى أجنبية، أي إلى شيء من امرأة أجنبية، أي غير محرم. كلمة أجنبية يعني إيه؟ غير محرم. لحسن تفتكرها أجنبية يعني جاي من أوروبا وأنت راجل في مصر، بس احنا في مصر نقول أجانب، أجانب يعني جاي من أوروبا. لا، الأجنبية دي هي غير المحرم، يعني التي يجوز لك أن تتزوجها إن لم تكن مزوجة، دي اسمها الأجنبية. كويس. ولو أما، وشمل ذلك وجهها وكفيها، فيحرم النظر إليهما ولو من غير شهوة أو خوف فتنة على الصحيح، كما في المنهاج وغيره، ووجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات الوجوه، أي كاشفات الوجوه، لأن ده لما يخرج النساء سافرات الوجوه في عصر كان عادة النساء تغطية الوجه، يبقى ده حرام، لأن ده حقيقي. تصور أنت ماشي في بلد كل النساء مغطية الوجوه إلا ما خمسة ستة كده يقابلوك كاشفات الوجوه، هيلفتوا انتباه، هتبص لهم، تبقى أحلق ليهم، يبقى هما هيعينوك على إنك أنت تقع في الحرام، فيبقى ما يخرجوش كده. تختلف الفتوى في موضوع تغطية الوجه بقى باختلاف العصر. أصبح الوقت خروج بالوجه العاري ده عادي خالص، لدرجة الناس لا يلتفتوا إليه. يبقى إيه؟ تغطي وجهها لو كانت شديدة الجمال بقى، حتى لا تلفت الانتباه لشدة جمالها، أو لا تخرج وجهها مكشوف ثم بعد ذلك تتزين فيه، تحط أحمر وأبيض ومش عارف إيه تلفت الانتباه كده، حرام. يبقى على الأقل تخرج وجهها الطبيعي العادي بغير وسائل إيه أخرى تلفت النظر إليه. وبأن النظر محرك للشهوة ومظنة الفتنة، وقد قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، واللائق بمحاسن الشريعة سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال، كما قالوه في الخلوة بالأجنبية، نفس الحكاية الخلوة بالأجنبية، يحرم ولو كان شيخا كبيرا هرما يخلو بامرأة أجنبية، واضح؟ حتى لو هو راجل مؤدب ممكن تطلع تختلق عليه حاجة بر، تبوظ سمعته، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، واخد بالك؟ فالواحد لازم يحتاط لهذا. وقيل لا يحرم، وقيل لا يحرم اللي هو الوجه يعني، وقيل ده وجه مقابل ايه، وده اللي هيبقى عليه الفتوى الان. ليه؟ لعموم الفتنة ولعلوم لعموم البلوى، نظرا لعموم البلوى، وإلا هنخلي الرجالة يمشوا مغمضين تقوم العربية تخبطهم يقوموا يموتوا ما يبقاش إلا ستات، واخد بالك؟ فيبقى نظرا لعموم البلوى نقول لا، يجوز بقى النظر للوجه في الزمن ده خلاص، لأنه بقى أصبح شيء عادي لغير ملفت حتى للانتباه لعموم البلوى، وده كان وجه معتبر زمان لكنه ليست عليه الفتوى. وقيل لا يحرم لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، وهو مفسر بالوجه والكفين، والمعتمد الأول معتمد أيام الإمام البيجوري من 200 سنة، يمكن الوقت يبقى المعتمد خلافه في بعض المدن ويكون المعتمد الأول في بعض المدن الأخرى وهكذا، يبقى يختلف باختلاف القطر وطبيعة الناس وعادتهم والعصر، واضح؟ ولا بأس بتقليد الثاني، أهو بيقول لك ولا بأس بتقليد الثاني، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق. يبقى ايه برضه ابتدى الزهر ايام الامام البيجوري، لان الامام البيجوري كان بعد الحمله الفرنسيه على طول، وابتدى خروج النساء يكثر مع انتشار بقى الحمله الفرنسيه واختلاطهم بالاجانب، فبدا النساء يكثرن في الشوارع ويخرجوا، وبعضهن كانوا يعني حتى ما يغطوش وجههم في الزمن ده، لان ابتدت المسلمين ينظروا الى اوروبا وعايزين يقلدوها في النظره دي، فيبقى الفتوى تغيرت تتغير الحوالي لو شفت، فلازم الإنسان المفتي يبقى واخد باله من مثل هذه الأمور. ولا بأس بتقليد الثاني لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه خروج النساء في الطرق والأسواق،
وشمل ذلك أيضا شعرها وظفرها، يعني برضو ما يبصش لظفرها ولا شعرها، لأن يدوب احنا قلنا الوجه والكفين للضرورة بقى كفاية، ما نتوسعش بقى، واخد بالك؟ حتى دم الفصد منها، حتى الدم اللي خارج منها ما يبصش عليه. كل ده من باب سد ايه؟ الذرائع يعني. وكل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا، دي قاعدة من قواعد الايه؟ الفقه، تحط تحتها خط كده، وممكن تجمع في اخر الكتاب البيجوري القواعد. القواعد البيجورية في ايه؟ في لا لا لا، القواعد البيجورية في الحاشية على مذهب الشافعية. تخرجها وتعملها رسالة لطيفة كده من أول الكتاب بقى لآخره، كل ما تقابلك قاعدة قعدها كده تروح حاطط تحتها خط وتروح في الآخر مجمعها، تبقى لطيفة. وكل ما حرم نظره متصلا، هذه قاعدة اهي، حرم نظره منفصلا. يبقى يحرم مثلا النظر لشعرها، يبقى شعرها اللي هي قصاه ما بصلوش بره، طالما هو متصل فيها يحرم النظر ليه، يبقى لما يتقص يبقى يحرم النظر ليه. واضح؟ فيحرم النظر زي قبل كده، كان مدي قاعدة زمان قبل كده في الأنية، يقول لك وما يحرم استعماله يحرم اقتناؤه. إيه لا قبل كده؟ فدي قاعدة برضه، كل ما يحرم استعماله يحرم اقتناؤه ويحرم صناعته كمان. فيحرم النظر إلى شعرها وظفرها المنفصلين ولو تزوجها بعد انفصالهما، لأن العبرة بوقت الانفصال. يعني هي مجمعة شعرها قبل ما تتجوزه شايلاه من عندها، وهو اتجوزها خلاص الشعر ده كمان ما يبصلوش، لأنها كانت ساعتها تحرم عليه تفاصيل. طب ولو بصله حرام الصغائر، مش مشكلة، هيغسل وشه كده اهو ينزل مع آخر قطر الماء، بسيطة، لكنها حرام، حكمها حرام. مش حرام يعني كبيرة زي الزنا، لا، يعني ما تحمشصهاش قوي يعني، فهمت ازاي؟ وتمشي كده مغمض توريني جديد وتديها بالبوكس وتعملها، لا مش كده، مش كده الطريقة، مش كده، لأن في ناس تسمح حرام تعتبره كبيرة من الكبائر، فاهم؟ لا، أما تيجي تقرأ في الفقه يعرف إن في حرام صغائر وحرام إيه كبائر، والكبائر نفسها درجات كمان، يعني في كبائر أشد من كبائر وهكذا. وربنا بيقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم إيه؟ سيئاتكم. يبقى إذا اجتنبت الكبائر السيئات دي كلها، ما انت طول ما انت ماشي بتسمع موسيقى، وطول ما انت ماشي عينك بتقع على ستات، طول ما انت ماشي بتشوف حاجات ما تصحش، طول ما انت ماشي، مش كده برضو؟ اول ما تخش تتوضى خلاص نزل كل ده مع ماء الوضوء، مش اي الحديث كده، ينزل مع اخر قطر الماء، وبعدين تصلي طاهر نظيف محترم. فأمة النبي مرحومة، ما تخافش عليها يعني. مش ما تقرا يحرم كتير، يحرم كتير تفتكر الناس هلكة، لا، هو حرام بس ربنا غفرها لك، لا يطلع انت منه، واخد بالك؟ هذه الحكايه. بس انت عايز تحتاط لدينك، ابعد ولا تتوسع في مثل هذا، هذه كل الحكايه. لان العبره بوقت الانفصال لا بوقت النظر على المعتمد، وليس صوتها على المعتمد. يعني ايه؟ يعني في وجه اخر بيقول لك طالما بقت مراته يا اخي خلاص، فهمت بقى المساله؟ لكن ليه خلى ده المعتمد؟ لانه ماشي مع القاعده، القاعدة كده، فطالما عملنا القاعدة ومشينا لقينا دي ماشية طبقة للقاعدة، يبقى ده المعتمد مطابق للقاعدة. وليس صوتها عورة فلا يحرم سماعه إن لم يخف منه فتنة، يبقى صوت المرأة ليس بعورة. كل شوية يسألوا الناس يا عم الشيخ صوت المرأة عورة ولا مش عورة؟ لأن الشيخ هو قايلين ليس بعورة. فريح المشايخ بقى، مش كل ما تقابله تسأله. ده عند العيال الجهلة. ما هو انتشر الجهل بقى.
أن تشهد. يا سيدي النساء كانوا بتقف تسأل النبي أمام الصحابة وصوت عالي كده، واخد بالك؟ ما فيهاش مشكلة طول عمر الدنيا كده، وطول عمر النساء كان، ولما تعرف الغزوات كانوا بياخدوا نسائهم معاهم يركبوا الخيول ويبقوا وراه، واخد بالك؟ ويداووا الجرحى طول عمر الأمة كده. يعني ما افترقتش النساء عن الرجال في الأمة أبدا، طول عمر الأمة نسائها ورجالها مع بعضهم مع مراعاة الأداب طول عمر الأمة كده. وليس صوتها عورة فلا يحرم سماعه إن لم يخف منه فتنة. طب افرض يخف منه فتنة، يعني بتتكلم بطريقة فيها يعني ما يصحش، طريقة ما تصحش، زي ما تشوف كده الستات اللي بيطلعوا في التلفزيونات في الحاجات الخليعة. ده صوت، ده دي طريقة الأداء بقى، مش الصوت ذاته هو اللي عورة، ده طريقة أداء الصوت نفسه، واخد بالك؟ والكلمات اللي بتقال هي اللي بقت عورة، فهمت؟ يبقى طريقة الأداء ناخد بالنا منها، وكمان الكلمات نفسها كمان ناخد بالنا منها. فلا يحرم سماعه إن لم يخف منه فتنة، وإلا لو خف فتنة يبقى حرم. وكذا إن التذ، ولو وجد إن هو بينبسط أو من سماع صوته، في رجالة تحب أو تقعد تتكلم مع الستات، واخد بالك؟ بيجد نوع من اللذة لطيفة كده، إنه يقعد بدل ما يتكلم مع الرجالة المخنشرين يقعد يتكلم مع الستات. في ناس كده يعني، في حتى في المصالح الحكومية يحب يقعد يتكلم مع الموظفات، وسبب الموظفين ملوش دعوة بيهم كده، ما يصحش. ما يصحش يعني، مش من الآداب الإسلامية التوسع في مثل هذه الأمور. لو كان في اختلاط غصب عنك فأنت لا تتوسع فيه بقى، خلي ما قل ودل. هذه الحكاية، والكلام طبعا موجه للرجالة وموجه أيضا للنساء. ما تجيش برضو امرأة تحب تقعد مع الرجال تتكلم معاه وتسيب كل ده، برضو يبقى نفس الحكاية موجودة في الطرفين يعني. وكذا إن التز فيحرم أيضا كما بحثه الزركشي، ومثل ذلك صوت الأمرد، يعني الطفل الصغير اللي هو لسه ما بلغش وما نبتلوش رحية وصوته كده يشبه صوت المرأة، وانت هتلتز من سماعه كده وبتاع وهتشعر، يبقى برضو كده بلاش. لكن ما فيهوش حاجة، خلاص ما فيهوش حاجة، يبقى العبرة على حسب انت حالك. ولا يخفى أن نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي كعكسه، يعني الحكم بقى تعكسه في النساء بقى، فيحرم عليها أن تنظر شيئا منه متصلا أو منفصلا، ولو شعرا أو ظفرا حتى قلامة ظفره. قول لغير حاجة إلى نظرها، أي مما سيأتي، كالشهادة والمداواة والمعاملة، وأيل هنا والتعليم كده برضه، كما سيذكره المصنف. قول فغير جائز، أي فهو غير جائز بل هو حرام، وإن لم يخف فتنة ولو من غير شهوة، لخبر من نظر إلى امرأة أجنبية حرام تكوى عيناه يوم القيامة بمسامير من نار. طبعا ده عقابه ما لم يتغمد الله برحمته أو بشفاعة نبيه أو بتوبة، لكن هو ده أصل العقوبة كده، لكن مش شرط ان اصل العقوبة كده هي اللي هيلقاها، لان في عوائق كثيرة قد تحوك بين فاعل المعصية وبين عقوبتها، وهذه العوائق التي تمنعها منها الندم ومنها الاستغفار ومنها الشفاعة النبي ومنها مطلق عفو الله له، لان هو ليه اعمال اخرى تجبر هذا. ففي امور كثيرة يتغمد الله بسببها برحمته. ومحل ذلك إذا حصل النظر قصدا، إذا حصل النظر قصدا يعني قاصد، فإن حصل من غير قصد بل حصل اتفاقا، يسموه نظرة الفجائة أو اتفاقا، يعني يدوب يعمل كده فبص لقى واحد، قال ده اتفاق، المفروض بقى يرجع، لا هو قاعد بقى إيه لازق نفسه، هنا بقى إيه بقت مشكلة، خدت بالك؟ ومحل ذلك إذا حصل النظر قصدا، فإن حصل من غير قصد بل حصل اتفاقا فلا حرم ما لم يستلمه، لو استلامه يعني طول يبقى حرام، ما يصح، واضح؟
قوله فإن كان النظر لحاجة إلى آخره أتى به مع علمه مما سيأتي في كلام المصنف لبيان محترز قوله لغير حاجة، وقوله كشهادة أو مداواة ومعاملة وغيرها. زي قلنا الشهادة زي بالظبط الراجل اللي في البنك اللي قاعد بيصرف شيك لامرأة، فيبص على الايه الرقم القومي ويبص على وجهها ويطمئن ان هي دي صاحبة الرقم ده واسمها هو المطابق للشيك، ده حاجة دي شهادة، واخد بالك؟ او في مكان مثلا عند القاضي علشان تشهد في المعاملة في البيع والشراء، انت هتبيع عربيتك لامرأة لازم تعرف مين المرأة دي عشان ما يجيش حد واحدة تانية تتبلى عليك تقول لك انا اللي اشتريت وتطلع هي غيرها تبيع لواحدة منتقبة. طب ما كل المنتقبة تيجي يقول لك انا اللي اشتريت، هتعرفها منين؟ فهمت؟ فلازم يبقى هنا ضرورة المعاملة. يعني مثلا انت هتودي مراتك لدكتورة هتستأمنها على عرضك، فما ينفعش الدكتورة دي تبقى منتقبة، لازم تشيل النقاب وتبين وجهها عشان اطمئن ان مراتي مع الدكتورة مش راجل لابس نقاب وقاعد عامل نفسه دكتور. دي حاجات ما بيعملوش كده لانهم جهلة، ما بتعملش كده الدكتورة المنتقبة لانها جهلة بالدين. فهمت ازاي؟ ده بتفضل قاعدة في عيادتها تنزل النقاب طول ما الراجل داخل مع مراته، اول ما الراجل يطلع تروح هي رفع النقاب. طب والراجل اللي قاعد ده ما يمكن اللي جوه دي مش الدكتورة، ويسيب مراته معاها ازاي؟ واحنا شفنا بعد كده بلاوي حصلت، ناس تنتحل شخصيات بعض وناس ومشكلات. يعني انا زمان في المانيال كان لسه عيالي صغيرين كده وانا كنت بنزل بدري، والدكتوره تبقى سهرانه طول الليل مع العيال فننزل وهي نايمه، واتفقنا مع واحده تيجي لنا البيت علشان ايه تغسل المواعين بتاع على ما الدكتوره تصحى تكون وضبت حاجه في الشقه. ست طيب، فقالوا لنا الست دي هتجي لكم يوم كذا وبتاع، فتحت لها انا الباب اول مره لقيت واحده منتقبه، انا المفروض ان انا هدخلها وحنزل واسيبه والدكتوره نايمه والعيال نايمين، لازم اتحقق مين اللي داخل ده. فهمت ازاي؟ فانا قلت لها يا بنتي انت مين؟ قالت لي انا فلانه. لا وريني وشك. قالت لي لا كده ما يسأل. قلت لها يا بنتي ده انا استاذ في الدين، ده الدين ده تعالي انت هنا، ده انت هنا ده بيت الدين بقى. لازم اعرف انت شكلك ايه واعرفك، لان انت حتى زي بنتي او اختي او حاجه، انا عشان انا هسيبك في البيت وهنزل. قام رفعت ايه النقاب تضررا ودخلت زعلانه متنرفزه وما جاتش تاني، لانها جهله، لانها جهله ببساطه، واخد بالك ازاي؟ هي لازم تعرف انها طالما هتدخل بيت لازم تكشف الوجه وتتحقق من شخصيتها، لان انت هتسيبها في بيتك وكانك نازل. طب ما انا لو بفتح لها كل يوم مش هقول لها كده، تاني يوم تبعت جوزها لابس نفس لبسها واروح انا مدخله اجي الاقي مراتي مذبوحه والبيت مسروق وتاني ماشي. مش ده بيحصل؟ بتعرف صفحه الحوادث ولا حاجات زي دي؟ الدين جميل، ديننا لو نفهمه دين جميل حلو مفيهاش مشكله. فبيقول لك هنا قولك شهادة أي ومداواة ومعاملة وغيرها، وقوله عليها أي على المرأة وهو متعلق بالشهادة، وقوله جاز أي النظر للحاجة فينظر ما يحتاج إليه من وجه وغيره حتى يجوز النظر إلى الفرج. زي دكتور النساء، واحدة عندها مشكلة في فرجها، مشكلة جراحية، ورم طالع منه نزيف قراج، ما هيولدها ازاي؟ ما هي تولد منين؟ هيولدها من بقها. فهمت ازاي؟ يبقى حتى يجوز النظر من اجل المداواه. للشهاده على الزنا او الولاده والى الثدي للشهاده على الرضاع، واذا نظر اليها وتحمل الشهاده عليها كلفت الكشف عن وجهها عند الاداء ان لم يعرفها في نقابها، والا لم يفتقر الى الكشف بل يحرم لحرمه النظر حينئذ. وبهذا تعرف ما في قول المحشي اي النظر الى الوجه خاصه، ولعله اخذه من قول الشارح في مساياتي وقوله الى الوجه خاصه يرجع للشهادة وللمعاملة، وسيأتي ما فيه الأذان. اعمل بوز بس على ما الأذان يخلص. في عندك حاجة اسمها بوز؟ ها؟ يعني كده بس لحد ما الأذان يخلص. الله أكبر الله أكبر.
لبوز. الله أكبر الله أكبر. يا رب أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله أشهد أن سيدنا محمد رسول الله حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح هنقيم الصلاة الساعة 8 هنقرأ للساعة 8 بقى من المغرب للعشاء ابتداء من شهر إبريل حتى رمضان إن شاء الله. والثاني اللي هو النوع الثاني من النظر والثاني أي والضرب الثاني من السبعة أضرب وقول نظر نظره أي الرجل وقلنا حقه كان يقول للمكلف لكن بمعنى الزوج والسيد خاصة أخذا بما بعده وقول إلى زوجته يبقى لو قلنا المكلف كان يقول إلى زوجه عشان تمشي الاثنين كويس أي التي يحل له الاستمتاع بها فتخرج زوجته المعتدة من وطئ غيره بشبهة فإنه يحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة ولو بلا شهوة ويحل لما سوى ذلك بلا شهوة وقول المحشي وإلا فهي كالحائط فيه نظر لأنه لا يحرم النظر ولو بشهوة إلى ما بين السرة والركبة في الحائط وهنا يحرم كما علمت. امرأة موطوعة بشبهة هي مزوجة أصلا كويس راحت نامت في أوضة واخد بالك في سفر مثلا نامت في حجرة مع نساء أخريات وبعدين الحجرة دي النساء الأخريات دول مجوش كانت الحجرة دي حجرة رجل وزوجته والرجل ده كان في سفر غائب وجاء في اليوم ده فتح الحجرة لقى واحدة نايمة والدنيا ظلمة افتكرها امراته وواطئها وهي نومها تقيل ما دريتش كل دي صور يعني بتحصل واخد بالك فحصل وطئ بشبه ده ما اسموش زنا كويس لكن ليه احكام بقى هيترتب عليه احكام لانه ممكن تحمل في الوطئه دي يبقى ساعتها الزوج يمتنع منها زوجها الاصلي يمتنع منها
حتى يتبين هي حامل ولا لا، ويبقى ليها عدة ثلاثة حيضات حتى يقربها زوجها الأول. كويس؟ في فترة العدة دي يحرم له النظر إلى ما بين السرة والركبة. واخد بالك؟ يحرم له النظر إلى ما بين السرة والركبة، يعني يبقى يعاملها معاملة المحرم. واضح؟ لحد ما تنقضي عدتها. المحشي البرماوي قال فهي كالحائض. هنا بيقول لك لا، المرأة الحائض مع زوجها له أن ينظر إلى ما بين الركبة والسرة، إلى ما بين السرة والركبة ينظر، لكن لا يستمتع في الحائض، لكن في الموطوع بشبهة لا ينظر، فهي ليست كالحائض. بيعلق إيه؟ بيعدل عليه يعني. فهمت؟ أدي المسألة نقرأ تاني. في وطئ بشبهة بتديها مثال، يقول لك في بعض البلاد الراجل يتجوز ما يشوفهاش الا يوم الدخلة. فجاء اخين، اخ اسمه محمد واخ اسمه احمد، راحوا اتجوزوا اختين فاطمة وزينب من اسرة واحدة. لا محمد شاف فاطمة ولا شاف زينب، ولا احمد شاف فاطمة ولا شاف زينب. وجوم الرجالة عقدوا زوجت محمد لزينب وزوجت احمد لفاطمة والدخل وزغروطة حلو، وهم بيدخلوها دخلوا فاطمة مع احمد، واخد بالك، مع محمد، ودخلوا زينب مع احمد، والقصة ريحة كأن الدكتور علي جمعة وجات له فعلا واقعية يعني حصلة من ناس من مطروح ولا مش عارف من الواحات، عادات غريبة لكن ده اللي حصل. وقعدوا اسبوع العسل، واخد بالك، وكل تمام التمام ما فيش مشكلة، هو ما عندوش اي شك ان دي مراته اللي تعقد عليها، ولا التاني ما فيش اي شك ان دي ده اسمه وطئ شبهة لا يوصف بالزنا. ما عملوا القعدة وزوجوا وما يعرفوش بعض ولا شافوا، الرجالة هم اللي قعدوا اتجوزوا بس زوجوه. بعد كده اتكشفت لما ايه، لقوا ان دي مع ده وده مع ده، ايه ده، خدوا بعضهم وجوم دار الافتاء. نعمل ايه في المصيبة السوداء اللي احنا حصلت لنا دي؟ يعني بتحصل حاجات زي دي. ها؟ لا طب واللي اتكلم على بعضيهم ده يستحل الزوج بتاعهم؟ ايه الاثنين اللي هم بيرضوا على بعضيهم؟ لا ما احنا حرمه الرضاعه دي هتيجي بعدين هنقولها، ما تخشش انت في موضوع تاني. يعني انا قصدك في، انا قصدي ان في امثله كثيره للوطء بشبهه ممكن تقع وتحصل. راجل اعمى ومراته عامية وغايبين عن بعض، وفجأة راح نايم لقى واحدة جنبه افتكرها هي مراته، طلعت أخت مراته اللي هي عامية رخرة. وبعدين حصل نوع من الجماع، ده اسمه إيه؟ ما يوصفش زنا. فهمت إزاي؟ ده يوصف وطئ شبهة. دي حاجات صحيح بتضحك عليها أنت، لكن قد تقع مع ندرتها قد تقع. طب إيه حكم الشرع فيها؟ هي دي المسألة. فهمت إزاي؟ مش هقول لك. هو ممكن يتحكم بطريقتين على فكره، بس انا مش هقولها لك، هقول لك بقى طريق. لا ليها طريقتين، ليها حلين يعني. يلا خلينا هنا، انا بدي لك بس مثال ان ممكن يحصل حاجه اسمها وطئ بشبهه. واضح؟ دي سهله يعني، وفي افلام كتيره كان يجيبوها لك، اخت توأم وماتت الاخت وبعدين الثانيه فقدت الذاكره وبعدين جابها هو عايشها معاها لان هي دي اختها اللي هي اصلا ماتت بس دي كانت فاقده الذاكره، وبعدين في الاخر افلام حسن الامام بتاعت القصص بتاع زمان. اهو ده اسمه وطئ شبهه، كل ده وطئ شبهه. فهمتني ازاي؟ ايه حله الشرعي؟ وهكذا كل الحاجات دي مهمه، لان كانوا زمان الناس بيبقى عندهم شميمه بعض الفقه، يقوم يعمل لك على حادثة زي دي ورواية كبيرة ويعملها فيلم. فهمتني ازاي؟ وقصة وتحبيشة بقى عشان الناس تتفرج وده. لكن هي كلها بتبقى وراها مغزى فقهي، ازاي الفقه الاسلامي يتصرف في مثل هذه التصرفات النادرة ويحكم فيها.
النظر لغير ما بين السرة والركبة فلا يحرم في الحائض ولو بشهوة، وهنا يحرم بشهوة برضو. عايز يقول لك الخلاف بقى بين المعتدة من وطء شبهة مع زوجها وبين الرجل مع زوجته الحائض، مش زي بعض بالظبط. لان البرماوي قال كفاية كالحائض، قال له لا ده مش هي كالحائض خالص. مين قال؟ فهمت؟ كما علمت أيضا. ومعلوم أن نظرها إلى زوجها كعكسه، نعم إن منعها من النظر إلى عورته امتنع عليها النظر إليها، بخلاف العكس لأنه يملك التمتع بها ولا تملك التمتع به، وهو ظاهر وإن توقف فيه بعضهم. يعني توقف فيه بعضهم في كلمة هو يملك التمتع وهي لا تملك التمتع. بعضهم قال لا ما هي برضو تملك التمتع لأنها بتعف نفسها به، واخد بالك؟ بعضهم قال لك لا هي تعف نفسها به تبعا لتمتعه ليس أصالة. فهمت ازاي؟ ففيها مسألة فقهية بين الفقهاء، هل هي تبع ولا أصالة؟ وفي الآخر هتجدها ان هو خلاف نظري مش معنوي، خلاف من حيث النظر والمناقشة ليس من حيث المعنى. واضح؟ خلاص ينسب إلى الأبي. لا لا ما تحصلش حل نسب الصالة خالص، ينسب لأبيه الثاني، واخد بالك؟ وهو اللي ينفق عليه ويربيه بقى مع السلامة، يبقى مصيبته سودة، ليلة واحدة نام يعيش طول عمره قاعد يصرف على عيله. فهمت ازاي؟ بس هي كده، لأن مفيش حاجة اسمها إجهاض وقت النفس، لأن أنت تفكر في هذا، بنعتبر إن ده من قضاء الله، فلا بد إننا نتكيف مع قضاء الله ونجد له حكم، مش نقتل نفس ونهرب. ما في ناس دلوقتي اسهل حاجه قتل النفس، يقول لك يا اخي ما تروح يا اخي تجد نفسها وتريح، ما ينفع، حرام قتل النفس. واضح؟ قول وامته اي التي يحل له الاستمتاع بها، اما التي لا يحل له الاستمتاع بها كمزوجه ومشتركه ومكاتبه ومرتده ووثنيه ومحرم ولو من رضاع ومصاهره ومعتده من غيره، كل دي انواع الايه؟ الاماء الذين التي يحرمن عليه كمزوجة، أمته بس متجوزة ما ينفعش، ومشتركة أما بينه وبين راجل تاني يبقى يحرم عليه الاستمتاع بها وكذا الآخر يحرم، اسمها مشتركة. ومكاتبة يعني بينهم عقد كتابة يبقى على وش حرية يحرم الاستمتاع بها فترة كتابتها، اللي هي بتشتري نفسها منه بأقساط. ومرتدة لأنها صارت كافرة. ووثنية لأنه لا يحل الاستمتاع بالأمة إلا إن كانت مسلمة أو كتابية. واضح؟ دي وثنية. ومحرم، الأمة دي طلعت أم مراته المدخول بيها. فهمت إزاي؟ يبقى خلاص بقى تحرم عليه. أو أنها كانت أمة أبيه التي ورثها منه، وكان أبوه يستمتع بها، يبقى يحرم عليه أن يستمتع بها. واخد بالك؟ كل الحاجات دي. ولو من رضاع أو مصاهرة. لا، واحدة فيهم، واحدة فيهم لا يصح أن يجمع الاستمتاع بين الإماء، واخد بالك ازاي؟ فيما لا يحرم، فيما يحرم الجمع في النكاح. واضح؟ هي في الإماء، يعني يحرم الاستمتاع بالأمة وخالتها والأمة وأختها والأمة وعمتها والأمة وبنتها. فهمت بقى؟ لو بتصلي معانا الجمعة وبتحضر موطأ الإمام مالك كنت عرفت الحكم ده، قلناه احنا في الموطأ، في شرح الموطأ. ووثنية ومحرم ولو من رضاع أو مصاهرة، ما ممكن تبقى الأمة دي رضعت من نفس الأم اللي هو رضع منها، فبقت أخته من الرضاع وهي أمته، برضه يحرم. فهمت بقى؟ أو مصاهرة، مصاهرة كأن يكون تزوجها مثلا أبوه ثم طلقها، فيبقى بعد كده بقت في حرمة بالمصاهرة. واضح؟ كل دي أمثلة يعني. على أي حال إحنا ما عندناش إيماء، لكن أنت الفكرة أنك أنت بتتعلم الحس الفقهي والأحكام. ومعتدة من غيره،
برضو فترة عدتها من غيره، هي كانت مزوجة وطلقها الرجل، وفي فترة العدة يحرم على سيدها أن يقترب منه حتى تنقضي عدتها، فيحرم عليه النظر إلى ما بين السرة والركبة دون ما زاد، فتكون كالمحرم. نعم، إن كانت الحرمة لعارض قريب الزوال كحيض ورهن فلا يحرم نظر إليها، ومعلوم أن نظرها إلى سيدها كعكسه، فيجوز أن ينظر من كل منهما، أي من زوجته وأمته، حال الحياة وكذا بعد الموت بغير شهوة، ولو لما بين السرة والركبة على المعتمد، لأن في ناس قالوا لك أما تموت ما تبصلهاش بقت أجنبية، بس ده غير معتمد، ده كلام العوام. سيدنا علي بن أبي طالب هو اللي غسل ستنا فاطمة النبوية. ولو لما بين السرة والركبة على المعتمد خلافا لما في المجموع من جعله بعد الموت كالمحرم، إذ قضية التشبيه بالمحرم أنه يحرم النظر لما بين السرة والركبة من غير شهوة، وليس كذلك، بل يجوز النظر إلى جميع بدنها إذا انتفت الشهوة، وإن جرى الشيخ الخطيب على ما في المجموع، فلذلك قيد أولا بحال الحياة ثم قال وخرج بالحياة ما بعد الموت، فيصير الزوج في النظر حينئذ كالمحرم كما قاله في المجموع. قول إلى ما عدا الفرج منهما، أي قبلا كان أو دبرا، لأن الفرج مأخوذ من الانفراد فيشمل كلا من القبل والدبر. وقول أما الفرج فيحرم نظره، مقابل لقول إلى ما عدا الفرج منهما، وهذا بناء على ظاهر كلام المصنف، لأن مفهومه أن النظر إلى الفرج لا يجوز، والمتبادر منه أنه يحرم، فيكون جاريا في المفهوم على الضعيف كما قاله الشارح، ويحتمل أن المراد في المفهوم أنه لا يجوز جواز مستوي الطرفين، بل يكره النظر إليه كما هو المعتمد ولا يحرم يعني. وهو الذي جرى عليه الشيخ الخطيب في بيان مفهوم كلام المصنف، وهو وإن كان خلاف المتبادر لكنه أولى ليكون المصنف جاريا على المعتمد. وهذا وجه ضعيف، أي وهذا الذي ذكره من حرمة النظر إلى الفرج وجه ضعيف. وقول والأصح جواز النظر إلى الفرج، أي ولو دبرا، وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز صريح فيه، وهو المعتمد، وإن خالف ذلك في ذلك الدارمي، وقال بحرمة النظر إليه، وقول لكن مع الكراهة، فيكره النظر إليه بلا حاجة، وإلى باطنه أشد كراهة. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت منه ولا رأى مني، وده الحل الكامل أي الفرج. وأما خبر النظر إلى الفرج يورث الطمس أي العمى كما ورد كذلك فرواه ابن حبان وغيره في الضعفاء، بل ذكره ابن الجوزي في الموضوعات، وقال ابن عدي حديث منكر، وخالف ابن الصلاح وحسن إسناده، وقال أخطأ من ذكره في الموضوعات، واختلف في العمى، فقيل في الناظر، وقيل في الولد، وقيل في القلب، والأول أقرب. والثالث اللي هو الضرب الثالث من أنواع النظر من الأضرب السبعة، نظره أي الرجل لكن بمعنى المحرم بالنسبة إلى قوله إلى ذوات محارمه، والسيد بالنسبة لقوله أو أمته المزوجة إلى ذوات محارمه، يعني نظر الرجل لأمه، لأخته، لعمته، لخالته، لبنت أخته، لبنت أخيه، لو كل ما يحرم عليه الزواج بهن حرمة أبدية، سواء كانوا من رضاع أو نسب أو نكاح، لأن أسباب الحرمة ثلاثة، إما رضاع أو نسب أو نكاح، كويس؟ بمعنى أبدان، إلى ذوات محارمه أي إلى ذوات هي محارمه، فالإضافة للبيان التي هي إضافة العمل الخاص كشجر أراك. وذوات هنا بمعنى أبدان لا بمعنى صاحبات، لأنه لا يناسب هنا، بل يناسب في نحو قولهم ذوات جمال أو ذوات مال، أي صواحبات جمال أو مال. وقوله بنسب أو رضاع أو مصاهرة، دي أسباب التحريم، أي بسبب نسب كبنته وأخته من النسب، أو رضاع كأخته وأمه من الرضاع، أو مصاهرة كأم زوجته وبنتها وزوجة أبيه وزوجة ابنه، وشمل ذلك ما لو كانت محرمه مملوكة له كما مر. قوله أو أمته المزوجة،
ومثلها المكاتبة والمعتدة والمشتركة والمرتدة والمجوسية والوثنية كما تقدم، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة. يبقى دول ينظر ليهم فيما عدا ما بين السرة والركبة، يبقى عورتهم أمامه كعورة الرجل بين السرة للركبة، كويس؟ أي بغير شهوة. يعني ممكن الأخت تقعد قدام أخوها ترضع ابنها، مفيهاش مشكلة، واخد بالك؟ تثديها لأنه مفيهاش مشكلة، أو تقعد مثلا بثياب المهنة تبين درعتها، تبين بتاع اللبس العادي اللي في البيت، فمفيهوش مشكلة. أي بغير شهوة، لأن النظر بشهوة حرام حتى فيما عدا ما بين السرة والركبة، بل هو حرام لكل ما لا يباح الاستمتاع به ولو حيوانا أو جمادا. وأفادت عبارة المصنف أنه يجوز النظر إلى السرة والركبة لأنهما ليس بعورة بالنسبة للمحرم. جمادا يعني تمثال، يعني معمول تمثال على صورة امرأة جميلة يقعد يبص له كده بشهوة تلذذا، حرام، لأن ده بينظر لجماد برضه حرام، واضح؟ أنه يجوز النظر إلى السرة والركبة لأنهما ليس بعورة، لأن بيقول ما بين السرة والركبة، يبقى السرة خارجة والركبة خارجة. وللسيد في أمته المزوجة ونحوها، فهذه العبارة أولى من عبارة ابن المقري تبعا لغيره بما فوق السرة وتحت الركبة، لأنها تقتضي أنه يحرم النظر إلى السرة والركبة وليس كذلك، وخرج ما بين السرة والركبة فيحرم النظر إليه ولو بلا شهوة، ونظر المرأة إلى محرمها والأمة المزوجة إلى سيدها كعكسه. والرابع، نقف عند الرابع اللي هو النظر للأجنبية لأجل حاجة النكاح، لأجل الخطبة بقى، هو ده أصلا جايب الحكم ده كله عشان الموضوع ده، نكمله يوم الاثنين القادم إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك أملنا، وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحب وترضى. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم، عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.